هذا وشاركت وزارة الصحة في الفعاليات الرياضية التي انطلقت صباح اليوم احتفاء باليوم الرياضي الوطني لمملكة البحرين. وتجسيدا لأهداف اليوم الرياضي البحريني، نظمت كافة المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة فعاليات رياضية وحركية في هذا اليوم الرياضي الوطني، أتاحت لجميع الموظفين المشاركة فيها لتحقيق ما يهدف إليه هذا اليوم رياضيا وصحيا واجتماعيا، وتعزيز مفهوم الرياضة للجميع وتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع. وقد انطلقت فعاليات اليوم الرياضي بفحوصات مع فريق حملة احمي قلبك، بعد قام كبار المسؤولين والموظفين بالوزارة بوكاثون المشي أعقبها افتتاح تجريبي للنادي الصحي الرياضي بوزارة الصحة. اليوم الرياضي البحريني يعتبر مناسبة مهمة لتعزيز مزاولة الرياضة وأنماط الحياة الصحية، والاحتفاء بهاي اليوم والمشاركة فيه هو ترسيخ لأهمية الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية وجودتها باعتبارها عنصر أساسي لصحة الفرد والمجتمع، ويعكس ما يلقاه القطاع الرياضي في مملكة البحرين من دعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما حققه هذا القطاع من منجزات نوعية لمملكة البحرين في مختلف المحافل. اليوم من الأيام اللي يعني نسعد فيه دائما، واليوم الرياضي البحريني لا تميز ولا أسبقية حق يعني على مستوى حتى دول العالم والخليج، وهو يعني يوم يبين فيه أهمية مثل التمارين الرياضية، أهمية الحياة أن تكون لها طابع معين صحي، وأعتقد أن تخصيص يوم مثل هذه بيضيف كثير على المجتمع البحريني. إحنا في وزارة الصحة هذه مطلب كبير جدا، واحد العوامل الرئيسية اللي نقدر إن شاء الله نتغلب فيها على كثير من الأمراض اللي هالأيام عامة مزمنة.